إذن مشاهدينا، طقس المستقر اللي عم بيسيطر على لبنان رح يستمر كذلك خلال الأيام المقبلة، ورح يتأثر بأيضا حرارة مرتفعة، ارتفاع إضافي بدرجات الحرارة. جو الليل بداية رح بيكون صافي إجمالا، الحرارة ببيروت 16، 12 بصور، طرابلس 14، 4 بالأرز، حصبية 14، 4 زحلة، وبعلبك لليل 13 درجة. بكرة الجو رح بيكون إجمالا مشمس إلى قليل الغيوم مع ارتفاع إضافي بالحرارة لتوصل ببيروت ل 27 درجة، 15 بالأرز، وبعلبك لبكرة 24 درجة. الرياح بالإجمال لبكرة رح بتكون شمالية غربية حال البحر خفيف، حرارة مياه 21 درجة والرطوبة بتتراوح بين 60 و 85%. كيف رح بيكون طقس الأيام المقبلة؟ مثل ما ذكرنا بكرة مشمس إلى قليل الغيوم مع 27 درجة. الجمعة السبت والأحد بالإجمال أيضا قليل الغيوم إلى غائم جزئيا، 26 درجة لنهار الجمعة، 27 درجة ليوم السبت، ارتفاع إضافي وملحوظ ل 29 درجة لنهار الأحد. هذا كان كل شيء، عودة لكم ماريو وريمي.